اسد التحرير التي أسسها في 1959 إلى جانب الفقيه رفيقه الفقيه محمد البصري رحمه الله معا. ونقدر نقول لكم هو كان أول صحفي تم اعتقاله في الاستقلال في إطار الصراع الذي كان في الستينيات، وظل كذلك مرتبطا بالمجال الصحفي والمجال المهني إلى آخر رمق في حياته. وتعلمون أنه كان أيضا مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي التي أتشرف اليوم بإدارة تحريرها ونشرها. سي عبد الرحمن اليوسفي هرم بكل ما في الكلمة من معنى، رجل حقيقي من رجالات المغرب، عاش زاهدا متجردا بواحد الصرامة أخلاقية كبيرة. يجب أن تعرفوا بأن الرجل كان أول من وقع مذكرة دستورية إلى الملك الراحل حسن الثاني في 1962، وبذلك يكون أول قيادي سياسي في المغرب وقع وثيقة الإصلاح الدستوري في حياة البلاد. وهو أيضا إلى جانب نضاله المغربي الوطني من أجل الاستقلال كان مغاربيا حتى النخاع، فهو كان من المحامين الأساسيين للثورة الجزائرية وأحد رفاق قادتها الكبار، وكان واسطة العقد فيما يتعلق بتمويلها بالسلاح، سواء في إبان يعني مقامه بطنجة أو في مقامه بمدريد بالأساس باعتبار الحياد الإسباني وقتها في الصراع مع فرنسا. وكان إلى جانب ذلك أحد مؤسسي الحركة الحقوقية العربية، فهو من الأوائل الذين يعني ساهموا في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وكانت قضية حقوق الإنسان في تلك الفترة من الستينات والسبعينيات قليلا ما تثير شهية المناضلين والمناضلات. والسي عبد الرحمن سيحسب له التاريخ أنه قام بما يجب أن يقوم به في إنقاذ البلاد بدعوة من الراحل الحسن الثاني فيما مشتهر بنداء السكتة القلبية. وفضل عبد الرحمن الشهادة الكبرى فيه هو تلك العناية الكبرى وذلك التقدير الذي حظي به من طرف ملك البلاد، والذي جعله أول مقاوم وأول قيادي وطني كبير يسمى اسم شارع باسمه وهو حي، وأيضا فوج من فوج خريجي الضباط